ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أحمد من العراق. تفضل يا أحمد. في البداية الآية رقم 12 وليس 36. الآية رقم 12، ماشي، تفضل. نعم، وليس 36. السورة 6. لا، أنت قلت الآية 36. أخطأت، ما فيش مشكلة، عادي. إن شاء الله ماكو مشكلة. ثانية. طبعا أستاذ وليد، أنت في هاي الحلقة والحلقة السابقة آية التبليغ وقبلها آية الحجرات تفسر القرآن من هواك، من كيسك الخاص، لا تعتمد تفاسير سنة ولا شيعة. والآن اتهمت الشيعة، أريد تفسير شيعي يقول باللي الذي اتهمت الشيعة بأنه يقول أنه في الإمام علي. عندك تفسير شيعي يقول هذا؟ عندي. تفضل ابرز للمشاهدين. طب ولو أعطيتك التفسير الشيعية اللي بتقول كده تعمل إيه؟ عندنا تفسير الميزان وتفسير الأمثل وغيرهما. لك مش الميزان ده بتاع الطبطبائي؟ نعم، هجيب لك منه، ايه رأيك؟ يلا تفضل، انا جاهز. من هتفضل ما تقلقش والله، بس لو جبت لك. نعم، هجيبه ونتناقش. لا، انا قارئ والتفسير اماني. يقول بص، انا قارئ، يقول في اللوح المحفوظ. بص. نعم. انت في البداية دخلت كذبتني. نعم، ان الكلام ده مش موجود في تفسير الشيعة، فانا قلت لك دلوقتي هجيب نعم. لك من تفسير الشيعة. قلت لي الميزان، قلت لك مش الميزان ده للطبطبائي، قلت لي اطلع انا كذاب. خلاص، أنا كذاب. هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. احسنت، ماشي، احسنت. طلع التفسير واقرا بدون بتر. لا، بدون بتر ولا اي حاجه. خلاص، تفضل. تمام، تفضل. والحمد لله رب العالمين، عمري ما بطرت حاجه، واللي عنده اي حاجه اتفضل يتفضل يقول. نعم، تمام، تفضل، ماشي. تفضل، بقول ايه؟ تفسير الطبطبائي ده انا بدات لك بيه. نعم، خلاص، بيقول ايه؟ نعم، بعد ما فسر الآية بيقول ايه؟ وفي تفسير القمي في قوله تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين، اي في كتاب مبين وهو محكم. وذكر ابن عباس عن امير المؤمنين عليه السلام: انا والله الامام المبين، ابين الحق من الباطل وورثته. اتفضل اقرا من البدايه رجاء من اللوح المحفوظ. رجاء اترجاك، الان انت ما قرات من البدايه. لا اله الا الله، اقرا من البدايه تفسير الايات. اسمعني. نعم، انا بقرا. نعم، لك. نعم، ان هو انت طلبت مني ايه؟ نعم، طلبت مني ان احد التفاسير قال ان هو علي بن ابي طالب، فانا جبت لك موضع الشاهد. نعم، عايزنا اقرأ من البداية. والرأي الأول، الرأي الأول في تفسير الطبطبائي أنه اللوح المحفوظ. جميل قوي. ليش فترته؟ لا إله إلا. لماذا تفتر؟ يا ابني أنت 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 بتفهم عربي؟ أنت حضرتك لما سألتني قلت لي اسمعني. أنت حضرتك لما سألتني قلت لي في تفسير قالت إن ده كلام علي بن أبي طالب، قلت لك فجبت لك موضع الشاهد. وانا قلت لك لا تفتر. انا ما بطرت يا ابني، هو فين البطر هنا؟ انا عايز اسال سؤال. اتفضل من البدايه. هو دلوقتي انا عايز اسال سؤال. اتفضل من البدايه. اسمعني. نعم، عشان بس ايه. نعم، انا دلوقتي لما اجيب قولين. نعم، تمام، اجيب قول واقول نعم. هو ده الصحيح، واجيب قول تاني واقول ان القول التاني ده الضعيف او الخطا، تمام كده؟ احسنت. لما انا بقى اجيب لك القول الخطا، لما انا اجيب لك القول الخطا وخلي بالك تقول لي. نعم، لا. يبقى انت كده بطرت كلام من؟ بطرت كلام من؟ بطرت كلام الطبطبائي، صح؟ هات لي بقى في كلام الطبطبائي انت ان القول الثاني خطا. الان بين، احسنت، الان بين قول الطبطبائي بان تفسير الاول اللوح المحفوظ خطا والتفسير الصح اللي ذكرته جنابك. لا اله الا الله، انت فهمت انا قلت ايه؟ اعيد عليك تاني عشان تفهم. دلوقتي مفسر جاب قولين، ما قالش ان القول الاول صحيح او القول الثاني الخطا. نعم، يبقى كده هو اعتمد القولين ولا ما اعتمدهمش؟ اعتمد القولين. جميل قوي. هات لي انت بقى في الطبطبائي. اسمعني بقى، اسمعني اللي هات لي انت. اسمعني القول الاول. اسمعني يا ذكي، اسمعني. فهمت الشيعة انت لما طلبت؟ اسمعني انت لما طلبت. نعم، نعم، طلبت. نعم، ايه؟ نعم، طلبت اللوح المحفوظ ولا طلبت ان هو في علي بن ابي طالب؟ طلبت الثاني. جميل قوي. فانا قلت لك الثاني، يبقى ازاي بطرت؟ في اي صفحه؟ في تفسير الطبطبائي؟ خليني اتاكد من الان. انا
انت كمان انا قرات على قدام تفسير الطبطبائي لا يوجد بس اعطيك اراجع وراك حوالي الصفحه الرابعه او الثالثه. تفضل اتفضل اهو تفسير الطبطبائي اي صفحه؟ اتفضل اي صفحه؟ الصفحه الثالثه او الرابعه. انا هنا بيجيب لي التفسير من غير صفحات. الثالثه او الرابعه؟ ما هو انا هنا بيجيب لي التفسير من غير صفحات يا ابني. ده موقع بيجيب لي من غير صفحات اهو قدامك اهو. يقول اللوح المحفوظ تفسير الطبطبائي وكذلك تفسير الامثل. يقول اللوح المحفوظ. اتفضل اقرا بقى انت حضرتك لحد ما تيجي عنده. لا اله الا الله. الو شكله قفل. اتصل بي انا. اتصل بي انا. على العموم ابقى اتصل عشان انا بتصل اهوت بيدي زنة كده طويلة. الشيعي ما يعرف كوعه من بوعه. الشيعي ما يعرف كوعه من بوعه. دول عايزين يتعلموا اصلا اساسيات العلم. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا جبت لكم تفسير مثلا اللي اعتمد عليه الطبطبائي الا وهو تفسير اللي هو علي بن ابراهيم القمي. تمام. تفسير علي بن ابراهيم القمي بص بيقول ايه. بيقول ايه وكل شيء احصيناه في امام المبين اي في كتاب مبين وهو محكم. وذكر ابن عباس عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال انا والله الامام المبين. انا والله الامام المبين. طب خلينا نورط الشيعة في سؤال. خلينا نورط الشيعة في سؤال تاني. نقول لهم ايه يا شيعة دلوقتي مثلا واحد زي علي بن ابراهيم القمي جاب قولين. القول الاول اللي هو اللوح المحفوظ. تمام. اي في كتاب مبين وهو محكم. وذكر ابن عباس عن امير المؤمنين انه قال انا والله الامام المبين. يبقى كده في قولين. القول الاول الكتاب والقول الثاني انه علي بن ابي طالب. ده في التفسير. ده في التفسير. عايزين نرجع القولين دول لقول محكم نعمل ايه؟ عايزين نرجع القولين دول لقول محكم نعمل ايه؟ يا ريت تجاوبونا يا شيعة. يا ريت تجاوبونا يا شيعة. المهم النهارده يا شيعة انتم متورطين ورطة ما يعلم بها الا الله. ما يعلم بها الا الله. حتى اللي جاي حب يعمل ذكي اختفى. حتى اللي جه يعمل ذكي اختفى. تمام. وقول لك انت بطرت من كلام. بطرت ايه يعني؟ مش انت اللي سألت؟ مش انت اللي قلت لي هات القول ده فجبته لك؟ يعني هما قولين هو ذكرهم الاثنين. تمام. فجبت لك قلت لي عايز القول ده جبته لك. قلت لي عايز القول ده جبته لك. ولو استنيت انت شويه في الحلقه والله انا كنت هقوله من غير اي حاجه عشان ابين لكم ان انتوا اصلا مختلفين. يعني تقول لك يرجع لكتاب الله. فلما نيجي نرجع لكتاب الله نلاقي فيه اختلاف اصلا عندكم. يبقى فين بقى هنرجع لكتاب الله؟ ما لو كل واحد رجع لكتاب الله عز وجل بنفسه يبقى ايه لازمه المعصوم اصلا؟ لو كل واحد رجع الى كتاب الله عز وجل بنفسه يبقى ايه لازمه المعصوم؟ ولو كل واحد رجع كتاب الله وكتاب الله مفهوم كل اللي فيه مفهوم يبقى طارت برضه العصمه وطارت الامامه وطارت كل حاجه.